النهاردة هنعمل تورتة تافيتي اللي كانت في موانا. يلا بينا. هنحتاج 5 بيضات. There are subtitles in my video. هنحط الفانيلا، باكو فانيلا. كوباية ونص سكر. هنخلطهم كويس جدا بالمضرب لحد ما يعملوا فوم ابيض كده. هنضيف كوباية زيت او زبدة اللي متوفر عندكم، كوباية عصير، انا حطيت عصير اناناس، وهنخلطهم تاني بالراحة كده عشان الفوم بتاعنا ما يروحش. بعدين هنحط بشر ليمون، حوالي نص معلقة صغيرة بشر ليمون. هنضيف كوبايتين ونص دقيق منخول أبيض، بعدين باكو بيكنج باودر، ونخلط بالراحة جدا لحد ما الخليط يتجانس. هنجيب صينية وندهنها زيت، وطبعا احنا سايبين الفرن سخن على 180 بقاله ربع ساعة. حطينا معلقتين كبار دقيق كده وعملناهم في الصينية كلها عشان الكيكة ما تلزقش. بعدين هننزل بخليط الكيكة بتاعتنا ونحطها في الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد حوالي نص ساعة. دلوقتي هنجهز 750 جرام زبدة، هندوبهم سنة صغيرة في الميكرويف، وبعدين هنبدأ نخلطهم عشان ايه هنبدأ نجهز الكريمة اللي هنعمل بيها التورتة. دلوقتي هنحط السكر بتاعنا، السكر دايما نص الزبدة، تمام كده. الفانيلا هنحط السكر بالراحة نص نص، السكر حوالي 375 جرام، تمام كده. هنخلطهم كويس جدا جدا فترة كويسة لحد ما السكر يدوب والكريمة تبقى لونها أبيض. دلوقتي هناخد جزء صغير من الكريمة، هنحط عصرة ليمونة بسيطة كده عشان أنا عايزة الكريمة بطعم الليمون، تبقى بطعم الفواكه يعني. هنفضل نحط وندوق كده الليمون لحد ما نوصل لطعم مميز وباين، بعدين هنغطيها ونحطها في التلاجة لحد ما نجهز باقي الألوان. بس هناخد جزء كده من الكريمة، بس ده أعتقد كتير شوية، المفروض نقصه شوية. وعندنا ألوان كده شبه السكر، هنجربها مع بعض النهاردة. نحط اللون ده وهنخلطه كويس على قد ما نقدر، وبعدين نكمل بقية اللون لان واضح انه مش بيبان كويس. ما عجبنيش على فكرة الالوان دي خالص، في الوان تانية كده هوريها لكم في الفيديو احلى بكتير. دلوقتي ضفنا لون تاني عشان يمكن يبان اللون، وهنعصر برضو عصرة ليمونة، وكده اللون ده بقى عندنا جاهز، هنحطه برضو في التلاجة. دلوقتي الكيكة طلعت من الفرن وانتوا شايفينها لونها جميل جدا، هنسيبها تبرد تماما وبعدين هنشتغل عليها. دلوقتي هنجهز لون تاني، اللون ده الوان الجيلي دي يا جماعة رائعة، احلى الوان ممكن تعملوا بيها التورتة، بس بنحطها شوية شوية، تمام كده. حطينا اللون ونسينا نعصر الليمون هنا برضو، عملنا لون روز فاتح كده. دلوقتي هنعمل لون تاني، لون اخضر، عشان انا ما كانش عندي من الجل غير واحد بس، فهنحط اللون الاخضر وعصرة ليمونة وهنخلطهم سوا، وبرضو هنشيله في التلاجة علشان ما يسحش مننا. هنجهز لون تاني، نحط شوية كريمة برضو، هنحط اللون الجل الاحمر ده مع عصرة ليمونة، وهنتحكم في اللون، كل ما هنزود اللون الجل كل ما اللون هيتقل ويبقى جميل. دلوقتي هنا بقى شوية الباقيين الصغننين دول هنحط اصفر ومعاهم شوية كده صغيرين من الاحمر مع عصرة ليمونة، فهيدينا اللون الجميل ده، وهنغطيه برضو ونشيله في التلاجة لحد ما نجهز التورتة. دلوقتي انا عندي شوكولاتة حطيتها في الميكروويف وهجهزها عشان دي اللي هرسم بيها. الشوكولاتة دي حوالي 200 جرام، حطيتهم بس 30 ثانية او دقيقة حسب ما الميكروويف بتاعكم بيشتغل عشان اعرف ارسم بيها. دلوقتي بجهزها وقلبتها كويس جدا، وبعدين نزلتها في كيس وهنبدأ ايه نرسم بيها، بس انا لازم احطها وشها لفوق كده علشان ما يكبش منها ويتبهدل. دلوقتي هنطلع الكيكة من الصينية، هنقلبها على قلب التورتة
القالب الإزاز ده، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. حاجة كده جميلة جدا، بيساعد في رسم التورتة كويس قوي. دلوقتي هنبدأ نقشر الطبقة الخارجية اللي على التورتة بسكينة مشرشرة، سكينة الخبز دي، ونقشر كل حتة فيها. دلوقتي هنقسم التورتة نصين، عشان انا هعمل التورتة النهاردة مستطيلة، بس مستطيلة عالية شوية وجميلة كده، شكل جديد كده. احنا قسمناها خلاص. دلوقتي هنبدأ نسقي التورتة بشربات عندنا جاهز، سيرب او ممكن حليب كمان سخن دافي كده، ندفيه في الميكرويف كده دقيقة وندهن بيه التورتة برضو. دلوقتي بقى هنبدأ نحط اول طبقة كريمة في النص، طبق الرز الجميلة دي هنحطها كده في النص بكمية كويسة مناسبة. ده حامل التورتة، بيساعدني جدا ان انا اشيل التورتة بسهولة وانقلها واحطها في المكان اللي انا عايزاه من غير ما تتبهدل مني. هسيب لكم لينك برضو تحت الفيديو. دلوقتي هننزله فوق النص اللي احنا حاطين عليه الكريمة براحة خالص كده، ونبدأ بقى نظبطه. وبالحامل كده هندخلها النص طبق التورتة عشان نبدأ بقى ايه نشتغل عليها. كده هي جاهزة، هنبدأ بقى ايه نحط الكريمة بتاعتنا. من الجناب هنشيل الاول الزوايد، الحتت اللي طالعة دي هنسيحها او هنشيلها خالص. ايه انا حاطة ستيكرز عشان كنت باينة، سوري انا كنت باينة في الازاز. دلوقتي هنبدأ بقى ايه نحط الكريمة زي ما انتوا شايفين كده بسباتيولا. دي وشوش اللي انا هرسم بيها الورود اللي انا هحطها على التورتة، دي الاشكال اللي انا هستخدمها، هسيب لكم برضو لينكها تحت الفيديو. التورتة مستوحاة من تافيتي اللي في فيلم موانا، عجبتني جدا فقلت اعملها بطريقتي يمكن تعجبكم. دلوقتي هنحط الوشوش دي بالطريقة اللي انا وريتها لكم. هنبدأ بقى، هبدأ احط اللون الكريمة ده في الكيس وهسيبه على جنب، لان انا لسه هدهن التورتة باللون الكريمي الفاتح ده. هنبدأ نسيحه على التورتة كويس جدا ونسويه على قد ما نقدر. دلوقتي بقى انا هبدأ ارسم عينين البنت اللي انا هرسمها، اللي هي عينين تافيتي وهي معمضة عنيها. دلوقتي انا برسم شعرها. There are subtitles in my channel.
دلوقتي انا هبدأ اعمل المناخير بتاعتها. دلوقتي انا هجيب حلة وهبدأ ارسم بالشوكولاتة وحدد البق بتاعها عشان يبقى شكله جميل، وعملت الرموش برضو بتاعتها. دلوقتي هنبدأ بقى نختبر الكريمة، طلعناها شوية من التلاجة عشان نعرف نرسم. دلوقتي انا هعمل الرقبة بتاعتها، ده جسمها يدوب جزء كده من الجسم. دلوقتي انا هعمل لها عقد جميل كده في رقبتها، ونزل منه قلب صغير، ده قلب تافيتي اللي كان ماوي واخده منها عشان كده هو كان لونه اسود. لما هتاخد القلب بتاعها من ماوي القلب هيبقى اخضر وجميل. دلوقتي هنبدأ نرسم الورود. زي ما انتوا شايفين لو حسيتوا ان الوردة شكلها بيتبهدل رجعوا الكريمة شوية في التلاجة، تمام كده. هنبدأ نعمل بقى بشكل عشوائي كده متناثر الورود في كل مكان كده بعيد عن بعض، لان بين المسافات دي احنا هنحط الوان تانية. ده اللون الاخضر، جربت البنة بتاعته وهنبدأ بقى نرسمه اجزاء متفرقه برضو عشان يدي كده شكل ان تافيتي رجعت لها الحياه بقى، وبدات بقى تبقى لونها اخضر والورود تطلع زي الفيلم بتاع موانا بالظبط. دي قصه التورته بتاعتي النهارده. دلوقتي هنستخدم بنة جديدة شكل وردة تانية، ده شكلها باللون الأصفر. الورود شكلها رائع بصراحة، البنات دي الوشوش بتاعت الكريمة رائعة بصراحة، بتعمل حاجات رائعة، في كمية وشوش رهيبة في العلبة. انا جبتها من امازون وسايبه لكم لينكها تحت الفيديو. دلوقتي احنا بنبدا العينين. انا حسيت ان هي مش مظبوطه فانا شلت الشوكولاته وبدات ارسمها من اول وجديد وظبطتها بالخله زي ما انتوا شفتوا دلوقتي. وكده التورته فاضل فيها حاجات بسيطه وتبقى جاهزه، تورته تافيتي. هي دلوقتي نايمه لان القلب بتاعها مش معاها. اللون الروز رائع، جميل جدا جدا، لون كده مبهج بصراحة.
وده شكل التورتة بعد ما خلصت. يا رب تعجبكم وتعجبكم قناتي وتشتركوا فيها وتدعموني كده. تورتة مبهجة للصيف أو للربيع، حاجة جميلة تفرح الأطفال وفكرتها جميلة وجديدة. يا رب تعجبكم.